2020 للمفرزة التوعوية بالاشتراك مع أبطال اتحاد الطلبة اليوم بمفرزة توعوية وإرشادية وتعقيمية. أيضا راح نتجه إلى المناطق الموجودة دار مدار ساحة التحرير. السلام عليكم. طبعا الأطفال أنا كلش سعيد من ده أشوفهم ملتزمين بالإجراءات الوقائية. احنا عرفك عن نفسنا، احنا فريق تطوعي من ساحة التحرير. أنا دكتور محمد، مفرزة طبية توعوية، الشباب جماعة اتحاد طلبة بغداد. الأرضية يومية تنغسل بالقاصر، البيبان تنمسح بالقاصر، الأفرشة والملابس بالديتول والكحول، وحاولوا يوميا الفراش والملابس اللي تلبسوها والفراش تنامون عليه تطلعوه من ساعتين إلى 3 ساعات من الشمس يكون أفضل، يبطل الفيروس عليه. وحاولوا تصيرون مثل هذا الطفل، لابس شفوف، لابس كمامة، ملتزم كلش. حلو، هذا الوعي عند الأطفال كلش. نعرفك من أمسنا، احنا متطوعين من ساحة التحرير. أنا دكتور محمد، مفرزة طبية توعوية، بالإضافة إلى الشباب اتحاد طلبة بغداد. الله يسلمك. احنا متطوعين حتى نحد من فيروس كورونا بالتعاون مع الناس. نحاول واحد يساعد الثاني، لأن تعرف هذا فيروس كلش خبيث، فيروس انتشر بكل العالم، فلازم نتعاون بيناتنا حتى نحد من هذا الفيروس. الله يحفظك، بارك الله. الله يسلمك. يوميا البيت يتعقم بالقاصر، الأرضية، الحياطين، البوب هاي بالقاصر، والأفرشة والسجاد والملابس تكون بالديتول، غسل الملابس يكون بالديتول، ويوميا تنشر الملابس اللي تلبسوها والأفرشة اللي... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، سنتحدث اليوم عن موضوع فيروس كورونا وانتشاره في العراق. والآن وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد الوفيات في العراق إلى 14 حالة وفاة من مجموع مصابين 193، وطبعا حذرت الوزارة من تفشي وباء كورونا بطريقة قد يصعب السيطرة عليها بعد خرق حظر التجوال من قبل الزائرين. طبعا هنا نؤكد أن صحيفة واشنطن بوست نشرت مقال تحدثت فيه، قالت إنه لا أحد يعلم إلى متى ستستمر جائحة فيروس كورونا، وأضافت أيضا في افتتاحيتها التي استهلتها بعنوان خطر موجة ثانية أنه من المؤكد أن الجائحة ستدوم أطول من بضعة أسابيع، وحتى إذا تمت حتى إذا أنقذت الاستجابة الأولية نظام الرعاية الصحية من كارثة، فهناك احتمال قوي بقدوم موجة ثانية أو ثالثة. يعني العالم الآن في مرحلة خطيرة جدا، في مرحلة حرجة جدا، هناك حقيقة خطورة متزايدة بارتفاع عدد المصابين والوفيات في دول مختلفة من العالم. نعم الصين الآن دخلت إلى مرحلة متميزة حقيقة بالسيطرة على تفشي الفيروس، لكن دول أخرى لم تستطع أن تصل إلى هذه المرحلة، وطبعا على رأسهم العراق بنظامه الصحي المهترئ. يقول طبيب عراقي يتحدث ويقول بأنه العراق الآن دخل في المرحلة الحرجة، وصل الموضوع إلى أنه قد يصاب 20 شخص يوميا بسبب فيروس كورونا في العراق، نظرا للإهمال، نظرا لعدم مقدرة الدولة على السيطرة على تفشي الفيروس، بل بالعكس هي مساهمة في انتشاره أصلا منذ البداية. يوم أمس كانت هناك رحلة قادمة من مدينة مشهد الإيرانية على متن الخطوط الجوية العراقية، قدمت إلى مطار محافظة البصرة في الساعة 11 مساء يوم أمس. مشهد من المدن الموبوءة في إيران، وإيران بشكل عام بلد موبوء بسبب فيروس كورونا. لماذا تستمر الرحلات من وإلى إيران في ظل وجود هذا الخطر الذي دخل إلى العراق بالفعل، والذي أصاب والذي أودى بحياة العراقيين، جزء من العراقيين؟ هذه السلطة الحاكمة، هذه الأحزاب التي تتحكم بالقرار العراقي، كيف تسمح أن تستمر حركة الملاحة الجوية ما بين البلدين؟ بل الحدود أيضا
مفتوحة على مصراعيها بسبب سيطرة الميليشيات. أعداد غفيرة تدخل إلى العراق من الإيرانيين، وحتى وإن كانوا عراقيين قادمين من إيران، لم تستطع هذه الأحزاب، هذه الحكومات المتعاقبة من إدارة العراق ملف العراق كاملا بشكل صحيح. والآن هذه النتائج التي نراها الآن، بلد فيه الكثير من الأزمات، مدمر على كافة الصعد، والآن هذه الكارثة الجديدة وهي وباء كورونا. معنا السيد محمد من الناصرية، تفضل يا محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي قناتكم المباركة. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يسترك. إحنا طبعا هو اللي يقول هواء في شبك، هذا نعم. كله هو هواء في شبك. إحنا ماكو فائدة أستاذ محمد. أولا نعم. الحدود، يعني منافذ الحدود مفتوحة، الخطوط الجوية والخطوط البرية هاي كلها مفتوحة. يعني هم هسه مسوين، احنا بالعراق محافظة العراقية نعم. بين المحافظات وبين الأقضية والنواحي مسوين حظر تجوال نعم. لا وين تريد وين رايح وين هذا، وهم منا الحدود مفتوحة. هي ما كفائدة، يعني هم النظام نفس النظام حاقد نعم. والنظام إيراني مجوسي مجوسي، ويريد يعني الهلاك للعراق، يريد نعم. الضرر للعراق، يريد ينهي العراق، لأن هم أصلهم إيرانيين ومجوس أو عجم لا يفقهون، يعني كلهم إيرانيين ويردون ينتقمون من العراق، هذا قصدهم ترى. طيب يعني حتى نعم. وإن كان هذا الكلام صحيح، الفيروس نعم. لن يميز ما بين مسؤول وما بين مواطن، سيطال الجميع في النهاية، يعني حتى على حياتهم ألا يخشون أنهم يتركون الوضع بهذه الفوضوية التي نراها الآن في العراق؟ نعم. مو هم يقول لك احنا يعني ما يهمنا، احنا قاعدين بمكاننا، وهذا العراقي احنا نريد ننهيه. هاي يطلع الشعب والمواطنين ويلتقون او تصير اكو جموع ومتظاهرين وقصدهم نعم. هم المتظاهرين بعد اكثر حتى يفندون المتظاهرين، هذا هو ترى نعم. هذا القصد نعم. كله يعني ايوه هذا القصد كله هو استاذ محمد نعم. يعني هم يعني انتقام عندهم حقد حقد دفين على العراق على العرب، هم يردون ينتقمون من العرب من العراق، هذا ترى لأن هذا إيراني، الإيراني ترى هو حاقد يعني نعم. هم لما وقف الحرب هو قال كأني جرعت كأس السم خميني نفسي، يعني ما يريد يفك الحرب، بينما لو ما الصواريخ والكيمياوي طيب. أو كلها وما فك الحرب إلى أن قال كأني جرعت كأس السم. فهم ذولا أتباعهم وذيولهم ذولا حاقدين على العراق نعم. أنا أشكرك سيد محمد من الناصرية، شكرا للمشاركة. ويانا أبو طه من بغداد، تفضل يا أبو طه. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خالصة لك ولقناة الرافدين. حياك الله أستاذ محمد. بالنسبة لهذا المرض اللي أجل للعراق نعم، يعني المفروض من أول يومين أو أول أسبوع نعم على الحكومة العراقية، إذا كانت هي حكومة عراقية وتحب شعبها وتخاف على شعبها نعم، أن تغلق جميع الحدود نعم. يعني مو بس الحدود مع إيران، مع كل الدول زين يعني نعم. هم سووها بالعكس زين يعني سدوا المحافظات وقاموا يدخلون وفود من إيران إلى العراق نعم، ويدرون بهم مصابين بهذا المرض. اذا شنو الغايه مالتهم؟ الغايه مالتهم قتل الشعب العراقي، انتقام من الشعب العراقي، يريدون يقتلون الشعب العراقي باي صوره نعم زين. بس ان شاء الله الوباء نعم لاحقهم حلهم زين نعم، والشعب المسكين المغلوب على امره ان شاء الله ينجي من هذا الوباء ان شاء الله. وهم اللي يوقعون بها زين نعم. 17 سنه ما عرفتوا تبني مستشفى بها حظ، ما عرفتوا تسوون مستوصف، بس عرفتوا تبوقون زين نعم. تشوفون هذا الوباء جاي من ايران، اول يوم ثاني يوم اسد الحدود مع ايران وأسفر جميع الإيرانيين الموجودين بالعراق حتى نعم. أقبع على المرض هذا
مو اجيب ايرانيين مصابين ادخلهم يعني الى يعني العراق. ابو طه لما يطلع وزير الصحه يقول انا احتاج دعم مادي دولي بقيمه 5 مليار دولار، طيب العراق بلد النفط وبلد هذه الثروات ومن اغنى بلدان العالم، يروح يطلب دعم مادي من دول العالم حتى يوقف على رجله في موضوع الصحه، وين كانت هذه الحكومات؟ وين كانت هاي الاموال اللي قيل انها انصرفت على النظام الصحي؟ استاذ محمد خزانه بين الدول، راح اجيب لك ابسط مثال. نعم. اذا المستشفيات الموجوده الان بالعراق البوصله ب 500 دينار. نعم. زين؟ يوميا تدخل الوزارة الصحة 10 مليون دولار. زين؟ نعم. وهم 5 مليون دولار وما عندنا نجيب علاج المرض، شنو السلبة هاي؟ مو عيب عليهم، مو كافي يسلبون على الشعب العراقي، منتهى الشعب العراقي هون يعني هون. نعم. دمرون هالشعب. أشكرك يا أبو طه، كنت معنا من بغداد، شكرا للمشاركة. سعد من الكويت، تفضل يا سعد. السلام عليكم يا أستاذ محمد. أولا كورونا ما حد يستطيع توقيفه لأنه أمر من الله لمن طغى وبقى على الفقراء القلابة اللي زي حالاتنا، يصيب به من يشاء. ولكن يا أستاذ أنا أيضا أتمنى ونتساءل عن جزء وجزيئات أكلوا الرطب واليابس واستغلوا واستولوا بحكم مسؤولياتهم. نعم. أكلوا خيرات العراق جزءا من المجتمع طبعا. نعم. وامتلأت بطونهم، فويل لهم من النار، نار موقدة، نار موصدة، يوم شاهد ومشهود. ونتمنى يا أستاذ حل الأزمة بأقرب. نعم. فرصة صحيا أمنيا بيئيا بيئة. تحياتي لك وللقناة وللبرنامج. شكرا جزيلا سعد من الكويت. نعم، هو يعني أمر قد يكون كما تفضلت قد يكون أمرا إلهيا، ولكن بالنهاية أيضا الإنسان، هناك عقل وهناك إمكانيات وهناك دول محترمة الآن تصدر قوانين وطرق معينة في معالجة هذا الموضوع، في الحد من انتشار الفيروس. دول عربية كثيرة، الأردن على سبيل المثال، إجراءات صارمة جدا في التعامل مع موضوع انتشار الفيروس، في حركة الناس، في منع دخول الزائرين، في إجراءات كثيرة جدا اتبعتها غيرها. حقيقة هناك دول أخرى كثيرة عملت جاهدة على تأمين حدودها، على منع المسافرين القادمين لها، على حصر المصابين في أماكن معينة، على اتباع إجراءات وقاية شديدة جدا. في العراق الموضوع يختلف. في العراق هناك حكومات وهناك أحزاب تترك الحدود مفتوحة على مصراعيها مع دولة تعتبر واحدة من ثلاث بؤر، طبعا هم الآن زادت الأعداد، لكن كانت واحدة من ثلاث بؤر في بداية انتشار الفيروس، إيران والصين وإيطاليا. إيران بجانب العراق مع حدود أكثر من 1000 كيلومتر، حدود ممتدة برية مع إيران، ومع هذا تركت السلطات في بغداد الحدود مفتوحة على مصراعيها. وكما ذكرت يوم أمس كان هناك هبوط لطائرة قادمة من مدينة مشهد الإيرانية، بؤرة من بؤر الفيروس الموجودة في إيران. سيد جلال من الجزائر، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالأخ محمد. نعم، تفضل، حياك الله. يعني احنا والله نستغرب يعني من كلام الدروس، الحكومة العراقية هسه تترك الحدود مفتوحة مع إيران. الحكومة الإيرانية هي أداة إيران. الحكومة العراقية هي أداة إيران. يعني يا أخي ماكو سيادة، ما عندهم ولا قرار واحد يجب يسطر على الحدود. الحدود مفتوحة الآن، إحنا نقول 1400 كيلومتر، عايش ما نعرف ما في. نعم. لكن لماذا كانت الحدود مضبوطة في أقل الهيول؟ لا، لماذا حتى لو علم يعني ما يجب يحضر. نعم. إحنا نعرف هذا، إحنا نتخل عمر هذا. إحنا الآن نريد نبحث عن حل في العراقيين وصل من هؤلاء من هذا النظام الذي يعمل الصهيوني. نعم. يعني احنا نبقى نقول دائما الحل واضح يا سيد جلال، الحل بخروج ثورة تشرين التي انطلقت من أبناء الشعب العراقي في ساحة التظاهر في المحافظات العراقية، هدفها إسقاط هذا النظام الفاسد وإعادة الوطن إلى أبنائه، واختيار شخص وطني عراقي مستقل
هو الذي يدير شؤون هذا البلد بالشكل الصحيح. هذا هو الحل الذي يراه العراقيون الآن. أخي محمد خلي أكمل لك يعني الكلام. أكمل لك لأنه أنا حكومتنا تحرق على هذا البلد العظيم. نعم. الشعب العظيم. نعم. يعني إحنا بيجي نتكلم دائما وياكم من أجل إحنا أخوة العراقيين والجزائريين هم أخوة. نعم. إحنا الآن كأن بلدنا محتل يعني. ليش؟ لأنه هذه العقلية قائمة عندنا. إحنا وطنيين يا أخي. والله نعم. وطنيين مسلمين. احنا الان فيه تقول انتم تقولون اسمع 20 شخص تتوفى يوميا لانه ليش الحرب قتلوا الاف الناس هم يستحرضوا على الشعب هم اراضي الشعب هذه وبيده كامله طيب وهذه يشكرون هذه امر الهي هذه الحكومه هي تدخل الايرانيين يعني ليش الإيرانيين يموت العراقيين هم هدفهم يموت العراقيين أكثر من الإيرانيين لأن هدفهم هؤلاء استفزاز العملاء الصهيوني يا أخي إحنا شكرا يا سيد جلال من الجزائر أبو حسين من الرمادي تفضل يا أبو حسين عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحييك وأحيي الكادر الكامل أستاذ محمد نعم. بالنسبة هاي 17 سنة إنجازات هاي الميليشيات والعصابات اللي حكمت البلد 17 عام شنو الإنجازات اللي سووها لهذا البلد بس الدمار والتهجير والسجون والمعتقلات وأنا والشعب العراقي بالكامل يا أخي احنا هاي مصيبة العراق مصيبة والنور جتنا هذا يا أخي سلسلوا والأطرق على الناس شلون تتبضع شلون تشتغل شلون تعيش احنا تدمرنا الشعب العراقي تدمر هم الفيروس هم جابوا لنا الفيروس وهم اللي دمروا البلد نعم. يعني كان حاكمنا حزب واحد عمه والعراق كرامته يعني يعلى والعراق مشهود لجمجمة العرب هسه العراق ضاع وتاه بيد هاي الاحزاب وهاي الميليشيات يا اخي احنا نريد حكومه وطنيه نريد حكم رئاسي يقود هالبلد هذا المسكين عمي بلد تعب نريد ثوره عارمه يخلصونا من هاي العصابات والاحزاب نعم يعني ما يصير هيك البلد يضل شاي يا استاذ محمد سووا لنا حل سووا لنا شاره نعم يا ابو حسين اتمنى صوتك ورسالتك تكون توصل للي هم الامر واللي يعنيهم من الوطنيين من الشرفاء لأنه حقيقة أنا أشكرك طبعا لأنه حقيقة يبدو أنه ومن الواضح جدا أن العراقيين فقدوا الأمل في الأمل والثقة في هذه الشخصيات والأحزاب التي حكمت في هذا البلد طيلة 17 سنة التي مضت أبو خديجة من الموصل تفضل السلام عليكم أستاذ محمد الشونات أهلا وسهلا حياك الله أستاذ محمد سيدي وصل رسالة اللي منعوا الصلاة بجوامع واللي منعوا ال التجمعات واللي منعهم المطاعم واللي منعهم أي شيء زين هاي التجمعات اللي منعوها والصلاة بالجامع منعوها زين ليش ما يفرضون السجون هالمليان عوادم مثل سجن النافريه سجن الحوت زين هذا يقصوا يبلع يعني عوادم زين ليش ما يقولون خلينا نفرقهم ذول البريء خلينا نطلعوا ها ولا خلينا يسوون كم ثاني يوسعون سجون زين السجناء يسولفون يعني كل سجين يقفل على كرشية واحدة زين كل هذا عمره يقضي على كرشية واحدة واقف زين زين ليش ما مثلا يفضح السجون فلا خمس دقائق ما بيها يمنعوها عن الجامعة خطبة يمنعوها عن الجامعة قازينوات فضوها المطاعم فضوها يعني المشكلة يا أبو خديجة نعم هناك يعني احنا من باوع على موضوع إغلاق المطاعم الكافيهات الجوامع المساجد هو هذه إجراءات احترازية صحيحة لكن في المقابل نرى الحدود البرية مفتوحة نرى حركة الطيران موجودة بعدها نرى الإيرانيين يدخلون إلى المحافظات طيب إحنا مدى نفتهم يعني هاي الحكومة أو هاي الأحزاب تقود عملية وقائية صحيحة لو الموضوع فوضوي أستاذ محمد حتى مثلا إذا يلقون مثلا علاج الكورونا هم يقدرون مثلا يعالجون نفسهم من الوزراء نعم بس الفقير راح يقع بيها يعني هم يفوتون المرضى علينا تمام بس هم يقدرون يعالجون نفسهم بس الفقير ما راح يقدر يعالج نفسه نعم هاي وحده اثنين اسمه
هم بهذا العجوال فرصة لهم طبعا. كيلو طماط وصل لحد 2000 دينار بالموصل. نعم زين كانوا 500 وصل لحد 2000 دينار بالموصل. شنو امنع عجوال ولا ماكو ترى ولا ما ادري ماكو شيء زين. وهاي طبعا هم هنا شيء اكيد اللعبة هاي مال امنع عجوال لهم مثلا بها غاية. أنا أشكرك يا أبو خديجة، أنا أشكرك، كنت معنا من الموصل. أبو مالك من أمريكا تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم لجميع الكادر. حياك الله أستاذ محمد. فيما يخص نعم فيروس كورونا هذا وباء، وباء عالمي نعم وسريع الانتشار نعم، لكن العتب اللي هو يكون على حكومتنا، حكومتنا هي تابع لإيران. فيلق بدور مرتبط بالحرس الثوري الإيراني اللي نعم. هو هسه غير إلى كتلة الفتح. نعم. حزب الدعوة ارتباطه بإيران. مم. موظفي المطار تابعة لهم. نعم. الحدود تابعة لهم. المراكز الحيوية جميعها اللي بالعراق تابعة لهم. نعم. وذولا يؤتمرون بأمر إيران، وإيران تابع معتبرة العراق هو جزء من إيران. نعم. فيقول لك مثل ما الكورونا موجودة عندنا، الفيروس موجود عندنا بإيران، عادة خلي يروح للشعب العراقي. نعم. فالناس اللي هسه رايحة للزيارة للكاظم وده يمنعوهم إنه ممنوع تجول. نعم. هم بدل ما يمنعون هاي الناس خلي يسكرون الحدود، خلي يغلقون المطارات. هسه دول عليها، دول عظمى عليها الاعتماد، سكرت حدودها. نعم. بطلت تنطي تأشيرات للعالم. نعم. حفاظا على شعوبها، ما عدا العراق حدودها مفتوحة للرايح وللجاي. فكيف تريد الفيروس ما ينتشر؟ صحيح صحيح يا أستاذ محمد، الحكومة ما ينعتب عليها لنهاية جزء من إيران. وما خايفة على شعبها صدقني، وحتى لو انتشر بكل العراق أحب على قلبهم لأن هم جزء من إيران. نعم. وأنا أشكرك. شكرا جزيلا لك سيد ابو مالك، كنت معنا من امريكا. ويانا ابو فيصل من السعوديه، تفضل يا ابو فيصل. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور، اهلا وسهلا. الله يحفظك، تحيه لك وتحيه الكادر، تحيه للشعب العراقي. نسال الله ان يحمي العراق ويحمي الدول العربيه ويحمي الدول الاسلاميه. امين. بالنسبه لاستاذ محمد، العراق هو لا يوجد اصلا، هي ميليشيات. احنا نتذكر المعمم هذاك يوم مسكوا الرائد احد الضباط العراقيين بشرفاء وهو يحمل زينه. نعم. شفنا الميليشيات ماذا هددت، ولا في حكومه اصلا العراق ما عرض ضرر، وهم متواطئين بالنسبه للنظام العصابات بالعراق التابع لهم. نعم. هذا الحدود مع النظام الايراني اكثر من 1000 كيلو، وهي كلها مسيطره عليها من قبل الميليشيات الايرانيه. نعم. والنظام هذا اللي بالعراق هو يتقزع على الكوان، وهو يتمنى ويدفع حتى يدفع كل شيء بس ينتشر المرض، لانه ما له عدو ولا الشعب العراقي. هو يعرف هذا المجرم 17 سنه بتدمير هذا، وهو يستارد ويتمنى، ولم ياخذ موقف صحيح يسكر الحدود مع دولة إيران. هو متواطئ وتحيلت. شكرا جزيلا سيد ابو فيصل، كنت معنا من السعوديه. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الاشعه من عمليات من امور اخلى، كل الامور هذه، وانا يجب الاهتمام بذلك، وانا تعاونكم، خلال تعاونكم نستطيع ان نقضي على هذا الوباء اللعين، نستطيع ان نقضي عليه. الصين قعدت 25 يوم، 25 يوم ما لا واحد يتحرك في الشارع. شوفوا هسه الصين خلصت من هذا الوباء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما تلاحظون هناك حملات حقيقة من الكوادر الطبية في العراق، من حتى كما تابعتم في أول مقطع لدينا كان من المتظاهرين في ساحة التحرير وباقي ساحات التظاهر في العراق، حملات للتوعية، حملات للإرشاد، للتعقيم، للتطهير، لتوعية الناس أن هناك خطر حقيقي موجود في العراق، نظام صحي متهالك، فاعتمدوا على أنفسكم في الوقاية، البقاء في المنازل، تقليل الحركة، في التجوال، في الاحتكاك. نرى مئات تحت مسمى الزوار يذهبون لزيارة الإمام موسى الكاظم. طيب ماذا عن الإجراءات الاحترازية؟ طبعا الناشطون أكدوا أن هناك إصابة، أكثر من إصابة رصدت بين الصفوف هؤلاء،
الزوار إصابات بفيروس كورونا. طبعا حتى هذه اللحظة لم يتم التأكيد، لكن هذا ما تحدث به الناشطون في العراق. معنا السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حييك وحيي هذه القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. أما بالنسبة إذا نظرنا إلى الدول العالم نشوفها كلها أخذت احتياطاتها اللازمة وخافت على شعبها وأدت الواجبات الصحية تجاه شعبها. أما إذا تجي للعراق فالعراق هذول أوباش ما معتبرين هذول العراقيين هم شعب وما يحبوهم، ولهذا مهتمين بس يتعرفون على الكراسي ومهتمين يتعرفون على المناصب. يوم مهتمين لشعبهم كان ما بتحول حدود. أول ما كان هنا ما جات انتهاي ما جانا هذا المرض، لكن أول ما فتحوا الحدود بيننا وبين إيران مفتوحة دامية من بداية المرض إلى هسه، ولهذا انتشر عندنا المرض بصورة عامة. وإن شاء الله هذول المتظاهرين شوف إننا هنا الأخوة وإننا الصدق وإننا الأمان اللي عندهم وإننا حب الناس اللي طلعوا هم يحافظون على المتظاهرين ويحافظون على الناس الفقراء يدوروا لهم ويجيبوا لهم المطهرات والهاي، لكن الحكومه صامته كل شيء ما تحكي تريد بس ان شاء الله الخضراء كلها تصير كورونا وكلهم ينجمون يصيرون بهذا المرض ونخلص منهم ان شاء الله يا رب، وما ما نخلص منهم الا بوجود هذول المتظاهرين اللي قلبهم على قلب واللي يحبون بلدهم. وان شاء الله احنا المنتصرين على هالاوباش الموجودين عندنا من صغيرهم الى كبيرهم من فراشهم الى وزيرهم. وانا اشكرك. شكرا يا سيده ام ازهار، كنت معنا من بغداد. ويانا السيدة أم حسن من الكوت، تفضلي يا أم حسن. أم حسن على السجنان. أم حسن ايه؟ نص صوت التلفزيون رجاء واسمعيني من التليفون. نصفنا انداعي بالسجناء هاي المظلومين فوق الزيم هذا فوق المرض فوق الحصار فوق نعم بلكي على صوتكم انتم الداعون على المظلومين. إن شاء الله صوتك يوصل يا أم حسن ويسمع اللي يهم الأمر ويسمع اللي عنده القدرة. أكثر السجناء مظلومة. نعم خليهم يشوفون هالسجناء أبو غريب اللي بعلى عمارة يشوفوا كيل عبة بالتواليتات. نعم. قاتل هالجوع. نعم يا أم حسن. إن شاء الله يا أم حسن. إن شاء الله. أنا أشكرك. ملف المعتقلين والسجناء حقيقة وكثير منهم مظلومين في سجون سرية وعلنية في العراق. الأمر ليس جديد، الأمر منذ أول يوم من الاحتلال كانت تسمي المقاومة العراقية حكومات ما بعد الاحتلال كانت تسميهم إرهابيين، والآن وضعت كثير منهم بالسجون وغيرها طبعا بعد أن تم تدمير المدن بالعمليات العسكرية تحت ذريعة محاربة الإرهاب. أيضا تم إخفاء كثير من أبناء المحافظات الغربية تحت ذرائع كثيرة، لا أحد يعلم ما مصير هؤلاء، لا أحد يعلم، أي كثير منهم حقيقة مجهولي الهوية مجهولي المصير، لا يعلم أين تم وضعهم في أي سجن تابع لأي ميليشيا أو تابع لأي قوات حكومية. صار الموضوع في العراق شائك متشابك، لا تعلم هذه الميليشيا تمتلك سجن، لا تعلم أين هو، مع من يمكن أن تتواصل القوات الحكومية أو الجهات الرسمية عندما يلجأ إليها المواطن، وهذه سمعناها كثيراً، تتنصل من المسؤولية، تخلي مسؤوليتها من أو معرفتها بمصير المخطوفين أو المعتقلين حتى وإن كانت على علم، لأنها ربما تخشى من الجهة الفلانية أو من الميليشيا الفلانية، وبالتالي حقيقة تفقد دورها المناط بها بحماية الناس بمعرفة مصير المخطوفين وغيرهم. فنتمنى طبعا أصوات الناس اللي تطالب بإخراج المعتقلين الأبرياء من السجون أن يوصل لمن يهمه الأمر. فقد الأمل بمن يوجد في العراق، فالرسائل دائما تكون للمجتمع الدولي وللمنظمات الدولية. سعد من السعودية، تفضل. سعد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخونا المقدم، وبارك الله في هذه القناة المباركة وأهل العراق المباركين. حياك الله. أنا أقول من ناحية هذا المرض الله إن شاء الله يبعد عنه وعنكم كل شر إن شاء الله. معليش لو تأخرت لتوقفت هذه الثورة 20 يوم 10 أيام حفاظا على أرواح الشعب. أما بالنسبة لهذول العصابات والانسحاب من أمريكا، أمريكا الحين تسحب قواتها لأنها عزمت، يعني خذوها قاعد إن شاء الله، إن شاء الله بمر اللي ما تنمعين، وإحنا والله ما نبغى هذا، نبغاهم كلهم هم وأمريكا إن شاء الله ينقذون من على، لكنها عزمت على اجتثاثهم إن شاء الله من على وجه العراق، لأن هي اللي جابتهم أمرت بهم العراق، وهي اللي إن شاء الله حيصيرون هم رأسهم رأس برأس على ما قال. نعم. من هذا. أما اليوم من ناحية طرد، يعني الدليل على أن هذه العصابة ما تريد هذا الشعب غير اليوم الجيش يطرد من على السواتر عشان إيش؟ نعم. تبلة الدعوة ويدخلون الإيرانيين بأمراضهم، الله لا يوفقهم إن شاء الله. وإن شاء الله أن الأمر لله ثم للشعب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا سعد. السيد أبو عبد الله من لندن، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عجبت لأمر المسلم، كل أمره خير، إذا أصابه سراء فشكر فكان له خير، وإذا أصابه ضراء فصبر فكان له خير. يعني وكل في خير، وكل ذلك إلا المسلم. أخي الكريم، نفس الوقت ديننا دين اتباع وليس دين فكر وابتداع، والله أمرنا، الله يقول في القرآن ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول عليه السلام أمر بالنظافة، المسلم يجب أن يغسل يده قبل الأكل وكيف يهتم بالنظافة ويعتني بالنظافة. وهذا فيروس الكورونا أخي، يعني مثل ما قلت الله عز وجل عندما يقول ولله جنود السماوات والأرض، فتعرف بسبب كثر المظالم وقتل الناس الأبرياء، فالله عز وجل يعني الآن عندما يرسل له جنود السماوات والأرض، فالآن يعني المشكلة في العراق أخي محمد، يعني هؤلاء المعممين المتخلفين الجهلاء الذين يضحكون على عوام الناس، مثل ما قلت نحن ديننا دين اتباع، يعني نتبع الرسول، نتبع إمام علي، نتبع إمام حسين. إمام حسين في الجنة، لا يحتاج، يعني يجب أن يخضع، يعني يجب أن يتوقف الناس يأخذون لطميات يكسرون رأسهم بالسيف، الدم ينزل. طيب. فهذا يسبب ينشر الفيروسات والميكروبات. فقصدي نحن إمام حسين يعني ليس بحاجة إلى هذه البدع والخرافات، لأن الله عز وجل وعندما يذهب، يعني علي خامنئي يذهب إلى القبور، يذهب إلى يتوسل للقبر. أبو عبد الله، إحنا ما لنا علاقة بهذا الكلام كله، إحنا بس الفكرة إذا نتكلم على الاحتراز في العراق يجب أن يتم. هذه الأمور التي تحدث الآن، موضوع الزيارات على سبيل المثال، هذه طريقة من الطرق الناقلة للفيروس، لا شأن لنا بما يقومون به، هذا شأنهم الخاص. نحن نتحدث عن الوقاية في بلد منهار في نظامه الصحي، ودولة أخلت مسؤوليتها من حماية المواطن وحماية البلد من الأخطار، إن كانت فيروسات أو غيرها. هذه النقطة، حتى لا ندخل بس ونتفرع بأمور لا شأن لنا بها. يا أخي محمد، نحن في مجتمع كإنسان نعيش، نحن المجتمع كبشر كإنسان، يعني إنسان يجب أن لا يكابر ولا يعاند، يعني هناك يعني عند العناد والجهل والتكبر، فالناس يعني هذا يسبب كارثة، لأنه هذا ليس نحن نشخص الواقع. فيجب يعني هذه الزيارات يعني لا ينفع ولا يضر. نحن نريد يعني كإنسان، الله عز وجل يعني قدر لكل واحد أن يموت، الله عز وجل يقول إنك ميت، محمد صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. فنحن كإنسان كبشر كمسلم، نحن أيضا ديننا يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نحن لا نكره الناس أن يكون على عقيدتنا أو أن يكون. إذن احنا نتكلم يا أبو عبد الله، أنا أشكرك، إذن احنا نتكلم بمبدأ عدم الاحتكاك، مبدأ رفض التجمعات في سبيل الحفاظ قدر المستطاع على عدم انتشار الفيروس في العراق، نظرا لانهيار الوضع الصحي في العراق بكافة مفاصله، ولغياب دور الدولة أو الحكومة في وقاية في حماية البلد بشكل عام والناس بشكل خاص من هذه الأخطار. شكرا لك.
حيدر من صلاح الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أستاذ رازين؟ حياك الله، أهلا وسهلا. بلاد احنا عندنا معتقلين. نعم. صلاح الدين خاصة بالإسحاقي. نعم. نعم يا حيدر. أستاذ العزيز احنا قلت لك يعني عندنا معتقلين وصار تقريبا 5 سنوات لحد هذه اللحظة ما نعرف أي شيء ولا أي معلومة. كم معتقل عندكم يا حيدر؟ أستاذ العزيز. كم معتقل؟ والله أستاذ العزيز آلاف احنا عندنا، يعني خاصة يعني قاعد أحكي لك عن صلاح الدين. نعم. تقريبا 10,000 قاعد أحكي لك يعني احنا بالإسحاقي يعني. نعم. ما عدد كثير كثير ما نعرف يعني لحد هذه اللحظة ما نعرف أي مصدر عليهم. نعم. حيدر تتكلم. حيدر انت تواصلت ويا جهات حكوميه او تعرفون منو الجهه اللي هي قام؟ نعم 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 الجهات الحكوميه يقول ما عندنا اي معتقل. بعد وين راحوا؟ عند الجهات تعرف انت السرايا السلام احنا يمنا. السرايا السلام. اي نعم. مقتدى الصدر هسه دا ينظر بالمثاليات هسه قاعد على تويتر من قناتكم الشريفه. نعم. يناشدون المقتدى الصدر يعني هذا الناس اللي لا لا مقتدى لا يناشد مقتدى الصدر زعيم ميليشيا لا يناشد يعني يعني من قناتكم الشريفة. أي مسؤول. نعم. إنسان شريف قال. نعم. يقول إحنا لا أكثر ولا أقل ماكم. نعم. مستقل الله سبحانه وتعالى. الله يكون بعونكم يا حيدر. اسألوا الشرطة اسألوا. نعم. الشيوخ أشخاص شعدهم هذول شنو اللي عندهم. نعم نعم إذا عندهم يعني ملمس شعره واحدة. نعم. خلي أخذهم. الله إن شاء الله يفك أسر جميع المعتقلين. أنا حيدر أشكرك من صلاح الدين. استمعتم إلى هذا الحديث. ناس تتكلم بألم وبحرقة حقيقة من معاناتها. سرايا السلام. دعونا نشاهد هذا المقطع لسرايا السلام. أخي ليش انسحبت أنت منا؟ جازوا عليه تيار الصدر وهانون وضربونا قدام العالم. يعني التيار الصدري تجاوزوا عليك؟ تجاوزوا عليك. ايش قال لكم؟ ايش قال لكم؟ انتوا لازم نسيطر هنا؟ ما خلوا شيء ما سبوا لك شنو؟ يعني غلطوا عليكم؟ غلطوا علي سبونا ضربونا وهانونا. ابي اشوف السيد تقبلهم؟ ماشي ماشي بس انتوا راح تنسحبون؟ راح نسحب سببهم. راح نعطيهم دعوة يم المكتب السيد شو غسل؟ الله وياكم الله وياكم الله وياكم الله وياكم. اها هاي الشرطة اخوان انسحبت انسحبت. هاي السيطرة ظلت فارغة. طبعا المهزلة بالعراق انه احنا نشوف الشرطي يقول انا راح اشتكي مكتب السيد. هذا الشرطي ممثل القانون ممثل الدولة يعتدى عليه من مجموعة من الميليشيات يقودهم مقتدى الصدر في مدينة النجف. شالوا غراضهم ركبوا السيارة ورايحين انهزموا من المكان. طبعا تم الاعتداء عليهم بالضرب وبالسباب والشتائم. فالشرطي بالعراق بدل ما القانون وبلد عنده سيادة وقانون وأمن يمنع هذه المظاهر يمنع الميليشيات ويمنع غيرها يقول أنا راح أروح أشتكي مكتب السيد. الشرطي يعني ممثل القانون يروح يشتكي مكتب زعيم الميليشيا يشتكي على عناصرة اللي تعتدي على الناس على الناس وعلى الشرطة وعلى الأمن. تخيلوا حضراتكم المشهد بالعراق لوين واصل. أبو فاطمة من النجف تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد. السلام. أنا وسهلا. تحية لك ولكافة الأخوة. حياك الله. أخي بالنسبة للسيد هو سيد المجرمين وسيد القتلة. ما يقوم به هذا المجرم مقتدى الصدر وميليشيته هذا أكبر دليل على أنه ولاؤه إلى إيران. وهذا الرجل أنا أعيد وأكرر أنه ليس عراقي وليس راضع من ثدي عراقية أبدا. أخي الكريم يعني إيران هي خطتها يعني العقول الإيرانيين الحكام عقول حاقدة عقول مجرمة تكره كل شيء اسمه عربي وعراقي. وأنا أذكر شيء يعني كنا يعني نراه بعيننا في 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 صغرنا ان الايرانيه عندما كانت تاتي تتجول في الاسواق كانت تتجنب ان تمس عباءتها العربي العراقي حتى لا تتنجس. هذا حتى يعرف العراقيين ويعرف الشيعة ويعرف اهل النجف يعرفوهم كل الزين.
وما طيب. تفضل به الأخ أبو عبد الله من بريطانيا هم عندما يجتمع أخي لا يجتمع العقل مع العاطفة. يعني اليوم احنا سمعنا اخبار ان هنالك قيمه صلاه الجمعه في بغداد. طيب لماذا تمنع الصلوات في ايران وتقام في بغداد؟ ما هو الغرض؟ هو لانتشار هذا الفيروس، فيروس كورونا لا يعرف صغير ولا كبير ولا سيد ولا يعني الامر واضح اخي الكريم. في الدول المتقدمه الان يتم اطلاق سراح السجناء في بلجيكا، في ألمانيا، نعم. في فرنسا، في أماكن عنده. طيب. ثم هنالك أخي يعني جمعيات اجتماعية ومؤسسات حكومية يتم التبرع للدولة حتى تساند الدول في هذه المحنة، ويتم الآن إعطاء رواتب للعاطلين إلى غيرها. ماذا عملت المرجعية للعراقيين أو لوزارة الصحة؟ أتبرعت من فلوس الخمس أو غير الأموال التي تجنيها من الفنادق وغيرها إلى وزارة الصحة؟ شلون شفت إجراءات الدولة أبو فاطمة، شلون شفت إجراءات السلطات الموجودة في بغداد تجاه موضوع فيروس كورونا، خاصة وأنه كما ذكرت البارحة جاءت طيارة من الخطوط الجوية العراقية قادمة من مدينة مشهد وهبطت بمطار البصرة الساعة 11 بالليل البارحة. نعم أخي نعم، وفي الآن إحنا في أنباء تتداول هنالك فنادق في كربلاء وفي النجف يتم نقل المصابين من إيران إليها كحجر صحي ولمعالجتها. الأمر ترى خطير وخطير جدا، والسكوت على هذا الأمر ترى سوف يؤدي البلد إلى كارثة لا سمح الله. فنحن نناشد كل المنظمات داخل العراق وخارج، ترى ليس فقط العراق، ستنتقل إلى دول المنطقة يتم السيطرة على الحدود. أخي صايرة دائرة خالين مدير، يعني الآن تتناقل في وسائل التواصل مدير المطار الطوارئ أو كذا، شخص من خلى السادس ابتدائي وهو مجرم، تبين له مجرم، يعني مهزلة ما بعدها مهزلة. طيب. وأنا أشكرك، ما أريد أطول عليكم. شكرا جزيلا سيد أبو فاطمة من النجف. نذكر مشاهدينا الكرام أن طبيبا عراقيا تحدث عن بالأرقام، طبعا تحدث والمقطع منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الآن، تحدث بالأرقام عن خطورة الوضع في العراق وقال بأن العراق الآن في الفترة الحرجة. العراق الآن في الفترة الحرجة. تساءلنا لماذا وصل العراق إلى الفترة الحرجة؟ لماذا لم تكن هناك إجراءات وقاية للحد من انتشار الفيروس؟ لماذا لم يتم إغلاق الحدود بالكامل؟ لماذا بقيت الحدود مفتوحة؟ جاءت الأجوبة من حضراتكم بشكل كبير، ونتابع جزءا منها أيضا على الواتساب الخاص بقناة الرافدين. نقرأ الرسائل الواردة فيما تبقى من وقت. بنت الناصرية تقول: اللهم بحق الإمام الكاظم تحفظ العراق وأهل العراق من كل شر، سلامي لكادر قناة الرافدين. شكرا لك. في رسالة من أبو محمد العيساوي يقول: السلام عليكم، أنا أبو محمد العيساوي من الفلوجة، أحب أقول لكم إن صوتكم ونقل الحقيقة هي وقفة مشرفة منكم، بارك الله فيكم ويحفظكم. هذا واجبنا يا أبو محمد، ودورنا كإعلام وطني إن شاء الله في نقل الحقائق وطبعا تغطية كل ما يهم العراقيين. أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول: اليوم الشعب العراقي يمر بأخطر مرحلة بالتاريخ الحديث، اليوم العدوان الإيراني والأمريكي مع جرثومة الخضراء سوف يلقون بكل الفيروس، بكل فيروس كورونا، ومع الأهم فيروسات يجتمع الأول بالآخر على تدمير العراق، وأقول الثوار، أقول للثوار الثبات. شكرا لك. في رسالة لدينا تقول: بالدليل أن، طبعا رسالة طويلة جدا، يقول: بالدليل أن فيروس كورونا هو مصنع في الولايات المتحدة، وهناك رسالة طويلة جدا. رسالة تقول من عمر من الأنبار: نطالب بإغلاق الحدود بين الأنبار وباقي المحافظات لأننا نعمل بقول الله تعالى: ولا تلقوا أنفسكم ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة وبأيديكم إلى التهلكة. طيب. أبو أوس من تركيا يقول: الثورة اللي لا تحرسها الضمائر الإنسانية والعقول المستنيرة
يسرقها الجهلة والمرتزقة والخونة، إن الشرفاء دائما هم من يدفعون الثمن والجبناء وحدهم من يجنون المكاسب. شكرا يا أبو عوس. رسالة تقول: الفيروس الحقيقي هي الأحزاب الفاسدة والميليشيات المجرمة اللي خربت البلاد ونهبت الأموال وشردت الشعب وقتلت الأبرياء ونشرت الطائفية. في رسالة من أحد الأخوة في الناصرية يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، هؤلاء الميليشيات أخطر من مرض كورونا على العراق. إحنا بالناصرية حتى هذه اللحظة لا توجد أي إجراءات صحية في المحافظة، بس ملتهين بالسرقات. أحمد من كربلاء يقول: السلام عليكم، تحية لقناتكم المحترمة، أريد أطالب من حظر التجوال عن هاي الشباب اللي في المقاهي وفي الشوارع. طيب، السلام عليكم، أدعو الله أن يحمي العراق من الوباء وأن يشفي كل مريض، وأقول إلى شباب أقول لشباب الثورة: نصركم قريب بعون الله، والخزي والعار للحكومة. نوار من هولندا. في رسالة تحياتي أخ محمد يوسف يقول: تحياتي أخ محمد والإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأهنئ الشعب العراقي بالنصر العظيم عربيا وإسلاميا ودوليا، وشكرا. إن شاء الله النصر يتحقق يا سيد يوسف. طيب، بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.